تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. فضيحه جديده تضاف للوزير، وللاسف انا بعتذر ان انا بقول وللدوله، لان انا بحب بلدي وبحب مؤسسات بلدي، وما ينفعش بلدي اللي انا بحبها وبحترمها تتجاوز القانون. المفروض القانون يطبق على الجميع، مش فئه معينه من الشعب وفئة تانية تستثنى من تطبيق القانون. في فضيحة جديدة، الحكومة تطعن على عزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك. تخيل يا فندم، سيادة الوزير اللي بيمثل الحكومة المصرية قرر ان هو يرفع قضية في قضايا الدولة او هيئة قضايا الدولة بالنيابة عنه للطعن في عزل مرتضى منصور. نص الشكوى او الدعوة كانت كالآتي: قررت هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير الرياضة ومدير الشباب والرياضة بالجيزة الطعن على حكم عزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك الصادرة عن محكمة القضاء الإداري في الدعوة المقامة من المطعون ضده مصطفى سيد عبد الخالق وهاني شكري وعبد الله جورج وابراهيم سعيد عبد الغني عامر، وفقا لما قضت له محكمة القضاء الإداري سابقا بقبول الدعوة المقامة من عبد الله جورج وثلاثة آخرين، والتي طلبوا فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس نادي الزمالك، وطالب بتعويض عن العزل. يعني ممدوح عباس كان طالب تعويض 2 مليون نتيجة بقى للألفاظ والحاجات الخادشة للحياء اللي يعني مرتضى منصور كان بيقولها في حقه بشكل مستمر. حيثيات حكم حبس مرتضى 3 شهور بتهمة سب وقذف الخطيب، يعني هم قالوا واستندوا الحيثيات حكم في سب الخطيب كمان سب مرتضى منصور لممدوح عباس، يبقى قرينة بقرينة ودعوة بدعوة. أما القضية اللي رفعها الأفندي أو سيادة الوزير على، يعني هو بيختصم مين؟ بيختصم الدولة، يعني هيئة قضايا الدولة بتختصم الدولة. يعني أنا بصراحة أنا مستغرب وأضرب كف على كف. حملت الدعوة الأولى رقم كذا لسنة 76 قضائية، والسنة الثانية رقم كذا لسنة، يعني شوية أرقام كده ملناش دعوة بيهم. تقدم طبعا عبد الله جورج وآخرين دعوة ضد مجلس الدولة ووزير الرياضة وآخرين وحملت الرقم كذا. في الدعوة الثانية المقاومة من سيد عبد الخالق او مصطفى سيد عبد الخالق، يعني برضو نفس الامر ونفس الصياغ، بس جه علينا طارق يحيى في البرنامج قال ان وزير الرياضة والممثل في الدولة قرر ان هو يطعن على الحكم الصادر من قضايا الدولة ضد مرتضى منصور. لما كنا بنقول ان مرتضى منصور فوق القانون، لما كنا بنقول مرتضى منصور خارج السيطرة، لما كنا بنقول ان مرتضى منصور قانون ما بتطبقش عليه، لما كنا بنقول ان الدولة بتحمي مرتضى، لما كنا بنقول ان في اذرع خفية بتحمي مرتضى، كان يقولوا يا عم اجري، يا عم انت بتستهبل، هي الدولة فضياله، الدولة فيها دماغ، فيها حاجات تانية. طيب لما مسؤول الدولة يرفع قضية على الحكومة بتاعت الدولة او على القضاء بتاع الدولة علشان يعيد مرتضى منصور، ده تسميه ايه يا فندم؟ قولي كده، ده تسميه ايه؟ لو انت عندك تفسير لهذا قولي. ولا سيادة الوزير خاف من موضوع السويس؟ هل موضوع السويس له شأن بانه يرفع قضية علشان يبطل اجراءات عزل مرتضى منصور، متعللا ان القضاء يعني ملوش حق ان هو يعزل مرتضى منصور لان الجمعية العمومية هي لها حق الوحيد في عزل مرتضى منصور؟ سلامات يا وزير. طيب هي مش الجمعية العمومية اللي جابت هاني العتال نائب لمرتضى منصور؟ هو اللي قرر شطبه وجاب ابنه مكانه، مش كانت الجمعية العمومية هي اللي لها الحق انها تمشي الراجل ده؟ مرتضى منصور هو اللي مشاه. ثم عندك لائحة يا سيادة الوزير بتقول لو في حكم قضائي صادر تجاه اي حد ايا كان في رئاسة نادي فلان او علان او ترتان وادين
والحكم مقيد للحرية، تشطب العضوية أوتوماتيكيا ومباشرة دون العودة للجمعية العمومية، ولم تستند إن ما يستحقش إن هو يترشح مرة تانية لو قضية مخلة بالشرف. لا، ده بند وده بند، نفذ لي البند اللي أنا بقول لك عليه، مالكش دعوة بالبند التاني، البند التاني ده حاجة تانية، نص آخر. يعني لو مثلا رئيس واتحبس علشان أي سبب تاني، لكن في نفس الوقت هو أصلا ما اتحبسش وهو موجود في الرئاسة، يعني اتحبس مثلا من 10 سنين ما كانش رئيسا لأي نادي، بس الحبس ده مش مخل بالشرف، يعني مش حاجة مخلة بالشرف، من حقه يترشح. لكن مرتضى منصور أصلا ملوش عضوية في نادي الزمالك، عضويته أصلا كعضو في النادي مشطوبة بناء على نص القانون ونص اللائحة اللي بيقول لك يستوجب الشطب في حال صدور حكم قضائي مقيد للحرية، ومرتضى منصور كانت مقيدة حريته أيا كان بقى، كان في مستشفى، كان في فندق، كان في، المهم إن هو كان فاقد الأهلية، لا كان بيمضي ورقة ولا كان له تأشيرة على أي أوراق. فسيادة الوزير خاف من مرتضى منصور؟ احنا عايزين نعرف هل سيادة الوزير اتهدد بموضوع السويس؟ عايزين برضو نعرف هل سيادة الوزير بيعند في الشعب؟ هو انت مش بتحترم القضاء والدستور؟ مش انت يا ابني يا حبيبي انت مش حلفت قدام السيد الرئيس ان انت هتحترم القانون والدستور؟ انت لا كده لا بتحمي قانون ولا بتحمي دستور، زي ما القضاء قال ان احنا ما ينفعش مجلس اداره النادي الاسماعيلي يستمر، وانت رحت قلت مع احترامنا للقضاء احنا هنخليه يستمر. طب ازاي؟ ازاي ده انت حارب يا اخي، قسم يا اخي امام رئيس الجمهوريه ان انت تحترم الدستور والقانون وتراعي مصالح الشعب، انت كده بتراعي مصالح مرتضى منصور بس مش الشعب. احنا بنقول علامه استفهام كبيره على السيد الوزير، هل هدد السيد الوزير بموضوع السويس؟ هل هناك سيديهات ماسكها مرتضى منصور على سيادة الوزير؟ دي أمور احنا عايزين نعرفها ونستفسر عنها. أنا جبت لكم الموضوع وجبت لكم الخبر، وإن وزارة الشباب والرياضة بتطعن على قرار صادر من المحكمة. يعني أنت يعني يا دولة أنت عايزة مرتضى منصور؟ يا دولة انت عايزة مرتضى يشتم في مصر كلها؟ يا دولة ان انت عايزة مرتضى يرفع قضايا على ده وده وده وده؟ يا دولة انت عايزة ان الناس ترفع قضايا على مرتضى وتنشغل بمرتضى؟ فهمونا، ما خلاص هي كده بانت من غير ما نفهم، خلاص كده بانت الوزير رايح يجري ليه، واتاريهم عمالين ليهم اسبوع في قناة البليلة يقول لك ايه ده السيد الوزير راجل محترم، ده راجل مؤدب، ده راجل ملتزم، ده راجل الله. شفت الريس ستاموني لما قال يا حلو بانت لبتك لما دابت قشرتك؟ اهو هو كده بالظبط، يا حلو بانت لبتك. والوزير خلاص اعلنها صريحه، احنا عايزين مرتضى ورفع قضيه، بس احنا بنثق في قضائنا المحترم، في قضائنا الشريف، في قضائنا النزيه، ان هو يطبق العداله وليس شيء سوى العداله. انتهى الفيديو بتاعنا، ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو. اول مره تشوفني، اول مره تخش قناتي، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما فيش اي فيديو يفوتك على قناتنا وقناتكم، قناه كل الاهلاويه، الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره، كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.